يا أماني يا أماني، ما قلت لك لا تطالعين التلفزيون. إيش تبين فيه بالله هذا؟ طبعاً كل ما طالعتي بالتلفزيون تقعدين تبكين. سكر التلفزيون هو عنك. المشكلة أنه هو كان يرفض أني أروح مع الاستديو، مو بعد أطلع معه في الحلقة. خذ تعبي وشقى عمري كله يا طيبة، وأنا كنت صابرة على كل شيء، صابرة على الضيم وصابرة عليه على قسوته. كنت أصوم عشانه، وآخرتها كذي يسوي فيني. شو أقول لك؟ قالوها الأوليين، حب وقول وابغض وقول. ما يخالف يا أخيتك، صبري، ربي راح يفرجها عليك.